ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريحة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبي. قال لي عباس أرى شفتي كذابيلتين، أنت وصلت المشرعة ورأيتك وقد أركست لواءك في وسط الماء وملكت المشرعة، لكن ليش أشوف شفتيك ذابلتين؟ ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شي مو طبيعي. شلون عباس تروى وينسى بوسكنا ورضيعه؟ طفلك يا حسين شعبني بونته، طفلك يا حسين وين ارجع وين وروي مغجته؟ وين الكفي؟ إيش هالعجب منك يا شايل رايتي ساقي العطاشة؟ املكت يا حيد الشريعة وطلعت مفتوت الحشاشة. خوي أبو فاضل غارق بدمك خدودك والنبيل جسمك فراشة. نخيت حسين يا شيالي العلم، نخيت حسين هذا نحسين انيشدك يا شغم؟ وين الكفين؟ اول شي سأل عدة اسئلة، كفين وشفتيه ذابلتين، بعد سأل ويش؟ قال له ابو فاضل انا طول عمري ربيتك على صدري. وقال له ابو عبد الله وانا طول عمري ما قلت اخي حسين إلا بهاللحظة، سامحني أبو علي خليتك تجي. سمع نداء العباس غير، ما نادى سيدي يا حسين، نادى أخي يا حسين. تراكوا في المصائب في المصيبة ما أقدر أشرح لك، يعني الخطباء ما يقدر يشرحون لك مصيبة، أنا ما يصير يشرحون لك مصيبة خلاف العادة خلاف الأمور زين، بس الآن أنا أشرح لك الموضوع. ها وإحنا نعيد ذكر العباس في هالليلة، يوم نادى أخي يا حسين تدري شو اللي حرك الحسين أكثر؟ لأن قال أخي، ما سمع اللفظ اللي يسمعه كل مرة، معناته العباس صاير في أمر مشيت في أمر مشكل. ها قال له شوف طوال عمري أنا ما ناديتك يا أخي إلا بهاللحظة. قال له أنا طوال عمري أخلي وجهك على صدري، النوبة أريد أخلي وجهك على صدري، بس أكو شي عارضني أبو فاضل. شو اللي عارضني؟ يعارضني هذا السهم اللي بعينك، أشيله تتأذى، أشيله تتأذى، أريد أخليك على صدري وجهك على صدري تتأذى، معناته السهم يتوغل أكثر بعينك. لذلك العباس ترى شالوا راسه والسهم بعينه، ترى استدلوا وقالوا هذا العباس. بعد أكو حاجة، أخذ راس العباس وخلاه بحجرة، مرت عليكم يولا؟ شوف البصيرة عنده بالفضل، خلى راس العباس في حجرة ما عنده ماي الحسين، حتى شوية يرش على عين العباس اللي جمد عليها الدماء، تلك عين مخسوفة بعد عين اليمين بالسهم، جارت دموع الحسين دموع الإمامة الطهر على عين العباس غمامة. تريد قتلي وذبحي؟ انتظر حتى يأتي الحسين. قال قد كسرت ظهري وكسرت قلبي يا أبا الفضل.
انا اخوك الحسين. قال يا حيف وشال راسه وخلى على التراب. جاب الحسين شال راسه وخلى على التراب. جاب الحسين شال راسه وخلى على التراب. سأله أسألك يا مؤمن يا مؤمنة، أي واحد منا ما يتمنى يصير راسه في حجر الحسين في آخر اللحظات؟ كل واحد يقول يا ريت، إلا العباس يقول لا. ليش تدري؟ قال له أبو علي كل من يتمنى حتى أنا أتمنى، بس أسألك أبو علي، انت الان تضع رأسك في رأسي في حجرك، بعد ساعة تسقط، منو اللي يخلي رأسك في حجره؟ يا حسين رأسي لا تشيله عن هالرمال، خلّى على الشاطية بين خواض الأغوى. عندي علم شمر الخنا يدوسك بلينعا، يحزب الثرى راسك يا خويا وانت الاغفان. يقول مولى عطية بعد قال لي حكاية، حيرة الحسين عند العباس حيرة ما منها حيرة. وش قال له؟ قال له واي ولا يفيد العتب بالواي، ولا اشكي الغير رب العرش بلواي، يا ابو فاضل انا المحتار بالواي، تغدم وانت كسبتي علي. قال لي يا نور العين شيل السغم، قال لي يا نور العين شيل السغم بهداي، ولا تذكر الزينب ترى يتمزع حشاي، بالطفل قصدتني وانا تبرعت بالماء. ايش اقول لو قالت يا خويا الوعد وين؟ ويل يشر على الخيمة ومزاج دمه بدمعه، الشار اصغى وسمع زينب بباب الخدر تنعت، حسر وابو اليمه انحنى فوقه. عباس تسمع زينب.